الناشط والمدني سعد الوزان ينضم إلينا مباشرة من الموصل. بداية أهلا ومرحبا بك. دعنا نتحدث عن حادثة العبارة وثلاث سنوات مرت على هذه الحادثة ولحد الآن لم يتم التوصل على الجنات والمتورطين. برأيك ما سبب كل هذا التأخير وما الذي يعرقل سير التحقيق؟ تفضل. مساء الخير عليكم على متابعيكم الكرام. احنا اليوم نشهد الذكرى السنوية الثالثة على فاجعة العبارة. هذه الفاجعة اللي راح ضحيتها أكثر من 100 شخص، لليوم لا يزال أشخاص بعدهم مفقودين. تم فتح هذا الملف قضائيا وقانونيا، ولكن تم تسويته أيضا بشكل كما يقال أنه بالنظام العشائري. هذا الأمر هو كارثة يعد بحق المحافظة أجمع وليس بحق حادثة العبارة فقط. لليوم أكو حقوق ناس بعدها تم إطفاء هذه الحقوق عشائريا ومن بعدها التأثير عليهم بشكل أو بآخر للتنازل عن الدعوة والتنازل عن القضايا التي أقيمت بحق ملاك الجزيرة السياحية لتعود لها العبارة. هذا الملف مثل أي ملفات موجودة في محافظة نينوى يفتح بشكل قانوني ولا ينتهي إلا بضغوطات، إن كانت حتى ضغوطات سياسية تتدخل بمثل هكذا قضايا. ونحن مثل ما شفت اليوم كثير من الأهالي وقفوا بالذكرى السنوية الثالثة والمطالبة مستمرة، إن كانت من القضاء أو إن كانت من الناس اللي مسؤولين عن فتح هذا الملف قانونيا بالمطالبة بحقوقهم. اليوم تجاوزت 3 سنوات، لو لم تأخذ أهالي حادثة العبارة وأهالي الضحايا حقوقهم، اليوم عمليات البحث التي أجريت من قبل الحكومة لم تجري بالشكل المطلوب. سيد سعد، دعنا ننتقل إلى ملف آخر، ملف المقابر الجماعية. يعني كيف تقيم الجهود الحكومية سواء كانت يعني مركزية أو محلية في يعني إنهاء هذا الملف، وما تزال هناك الكثير من الجثث تحت أنقاض الأحياء القديمة تحديدا في مدينة الموصل؟ تمام. كما ذكر في تقريركم أنه هناك أكثر من 80 إلى 90 مقبرة جماعية مثبتة في مدينة الموصل بشكل رسمي على أنه هي مقبرة جماعية حدثت في زمن سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على المحافظة ومن بعدها في عمليات التحرير. ما تم فتحه من هذه المقابر الجماعية لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، فقيس على هذا الكلام الاهتمام الحكومي. نحن نعلم أن الأمر أكبر من طاقة الحكومة المحلية، هذا الأمر لازم يكون بتحرك من الحكومة المركزية والاتحادية بالإضافة إلى جهد دولي. نحن دائما ما نعيد بالحديث عن الجهد الدولي، يعني هناك أيضا منظمات دولية، كيف تصفون بما أنك تحدثت عن الجهد الدولي، يعني المنظمات الدولية كيف تصفون جهودهم وكيف ممكن الاستفادة من هذه الجهود؟ سيدي الكريم، بس حتى أكمل لك وراح أرجع لك على قضية المنظمات الدولية. اليوم احنا نشوف ما بس فقط بالمقابر الجماعية مدفونة جثث الضحايا، لا، اليوم مدفونة جثث، اليوم مدفونة حقوق ناس، حقوق ذوي هؤلاء الجثث. اليوم كثير من معاملات الدولة يقول لك ما تمشي معاملة خصوصا في مؤسسة الشهداء أو غيرها بعدم وجود جثة، وبقت الأمر معلق، حقوق الناس معلقة ما بين عدم فتح المقابر إلى ناس ذويهم ومعيلهم راح، واليوم بقوا بين نارين، لا معيلهم موجود ولا هم مستحقين ولا هم ماخذين استحقاقاتهم من الدولة. بالنسبة للمنظمات الدولية، احنا كثير من التقينا كناشطين مدنيين او المجتمع المدني في محافظة نينوى نلتقي مع المنظمات الدولية، ماكو هناك تعاون حقيقي من قبل الحكومة الاتحادية مع فتح ملف المقابر الجماعية. أنت مثل ما تعرف، وكل المشاهدين يسمع منطقة الخسفة واللي بيها
في وجبة واحدة ألقوا داعش 2070 جثة ومغدور في هذه المكان. يقدر العدد داخل هذه المكان أو داخل هذا الحفرة إلى 5000 جثة. هذه 5000 حقوق الناس اليوم ما تنفتحها، هذه لازم أن تكون تنفتح بطريقة أممية، لازم أن يثبت هذه الحقوق. نعم، على أنها هي مجازر. ناشط المدني سعد الوزان أكثر، شكرا جزيلا وعذرا للمقاطعة، هذا ما يسمح به الوقت. كنت معنا مباشرة من الموصل، شكرا جزيلا.